اسمي ميري هنري توماس، أنا والدة ببغداد كرادة الشرقية العراق، على الشط جهة الشط، يعني مو هي جهتين، الفرع يطلع على قديس يوسف، يعني يجي من الشط على قديس يوسف على عرصات، هذا الموقع مالتنا يسموها شارع أصفر، يم صيدلية أسمر. وشنو هي ذكرياتك بالقرادة؟ والله كنت أحب أروح للكنيسة أستمع يعني للقس لمن يحكي، والرهبات يعني، ولما هاي التراتيم مالتهم بالكنيسة كنت صغيرة يعجبني يعني أسمع أفتهم، كنت ما أعرف يعني بس أسمع الموسيقى وأسمع شغلات، كوني اللغة الصعبة العربية عندي، أمي أرمنية من تركيا، والدة بغداد بس أبوها تركي اسطنبول، وأبويا رئيس مهندسين كان يشتغل ميناء البصرة وسكك الحديد، وإجا من الهند كلكتة بالحرب العالمية الثانية، ودخل العراق كان هو ميجر وسارجن ميجر صار، وبقى بالحرب إلى أن خلص الحرب، كان موجود إجا سنة 39 وتوفى سنة 73، بس ما قبل يرجع لأن أمي ووالدتي ما قبلت تروح وياه، يعني للهند. ما قبلت، لا مو للهند، بريطاني، أبوه بريطاني أمه هندية، زين فما قبلت تسافر لأن يعني عندها أمها ووالدتها كانت مريضة، فما قبلت تتركها وهي يم أمها، تقول إلمن أتركها وأطلع، هذا السبب يعني مو في شيء. وأمي مدرسة الدين كانت تحدث تخليني أكتب تخليني أقرأ، وشد علي القراية والكتابة اللغة العربية إلى أن تعلمتها، صدفة جتي مفتشة وقومتني أول وحدة شافتني صغيرة وهاي قومتني قالت لي قومي كتبي على الصبورة، قمت كتبت، قال شنو هاي أشوف صغيرة هاي الطالبة، بنت صغيرة وقصيرة يعني هاي، قالوا لها هاي مستمعة لأن يعني أمها معلمة فجاية مستمعة، فقالوا لها هاي أشو تقرأ أشو تكتب، قالوا لها يعني حتعيد السنة هالسنة وسنتي اللي توديها للأول، قالت لها لا صعدوها، أمر مفتشة إنه أصعد، وصعدت والصعدة صعدة إلى أن تخرجت من ابتدائية كنت الأولى، وتخرجت من متوسطة، وبعدين جيت على شهادة الثانوية أخذتها، وصعدت على كلية إدارة واقتصاد أخذت شهادة كلية إدارة واقتصاد، وبعدين أخذت دورة كمبيوتر غرفة تجارة بغداد الأمريكية، وأخذت دورات ترجمة مع هذه اللغات، وأحب أني مراسلات التجارية أكتب هواية، فأني أحب الدراسة والقراية على طول، أي كتاب أشوفه يعني إذا ما أقرأ ما أنام، هذه حياتي، تخرجت الحمد لله والشكر، تزوجنا صار عندي أطفال 2 ولد وبنت، الحمد لله والشكر عايشين، يا تزوجتي 1982. وبقيت الوقت كله ببغداد، كنتي يعني كنتي تروحين للقرية قريات ال ما عندنا قرى، احنا مدينة بغداد مدينة عاصمة العراق، ايه. يعني ما كان عندكم ناس بالقريات او شيء، لانه لا لا هذه لا لا كانت لا، ابويا كان يشتغل بالحبانية ويا البريطانيين، كان هنا عندهم الموقع مالتهم الرسمي ويا البريطانيين يشتغل، وبعدين ورا ما سافروا هم البريطانيين جينا قعدنا ببغداد بالعراق كرادة سكننا، اي واستمر تاني ادرس وامي تشتغل وابويا يشتغل الحمد لله والشكر، وقدرتي يعني من وراء ابوك انه تتعلمين انجليزي؟ هو ابويا ما يحكي عربي يحكي بس انجليزي، فتعلمت اللغة من عنده. زين وعندك اخوان خوات؟ الحمد لله والشكر كل واحد ببيته مو اشكال، بس يعني ما كنتي وحدك، عندك اخوان وخوات؟ الحمد لله والشكر، دا اقول لك الحمد لله والشكر، بس اني اتميز عليهم بالدراسه مالتي، يعني احب ادرس، امي لازمتني يعني الي لان اني شوفني يعني عندي طموح اقرا واتعلم بالعجل، فكان يجيب لي قصص وتوديني مكتبات واسوي اطروحات واسوي
بحيث من كنت صغيرة يعني من كنت صغيرة تجيب لي كتب وتخليني أقرأ وألخص الكتاب، وبعدين هي تسمع لي شوفني لخصته صحيح. وزين اللي زوجتي آشوري آثوري؟ إيه كلداني آشوري، هو ماكو فرق، مسيح كلداني آشوري. أوكي. إيه الحمد لله والشكر، يعني هو شغل على باب الله مثل ما يقولون، يعني مو بدائرة، مو دائرة أو شيء، هو يعني يشتغل على حسابه أصباغ وتأسيسات كهربائية. وورم الزواج يعني بقيتي ببغداد؟ بقيت ببغداد، وبعدين صارت الحروب، هو كان ياخذوه عسكرية طبعا يعني احتياط وعسكرية إلى حد سنة 89، يلا خلاص يعني سرحوا من العسكرية الزوجي، فكنت وحدي أتحمل أني أوديهم مدارس أوديهم حضانات أوديها بيت عمتي أفرق. ثلاثة بنت وولد اثنين، صغيرة ودي حضانة من الأطفال، وبنية وديها بيت عمتها، والولد الكبير ودي روضة. فأطلع الصبح بالستة أوزع الأطفال، وبعدين أرجع أجيبهم الأطفال. تشتغلين؟ كنت أحب دورات، أطب دورات تقوية، يعني دورات تقوية أي فأحب يعني زين. فإلى أن صارت داعش دخلوا بالشمال وإحنا بالعراق، كنت قاعدة بشقة أي، والأمريكان كانوا فوق شقتي لمدة شهر كامل، فوق الشقة مالتي قاعدين زين. وبعدين طلعوا، فصارت زوجي طلع من البيت يجيب لنا ريوق يعني بيض وشغلات، وصار انفجار وانضرب ايديه ورجليه اثر انفجار، نام مستشفى وفاقد الوعي وتعفي مستشفيات وشغلات. وبعدين المنطقه مالتنا قاموا يقتلون بالمسيحيين، قتلوا 3 عوائل مسيحيه، فصار عندي خوف يعني عندي اشوفهم شلون يجون ملتمين ويطبون ويقتلون الساعه 9 بالليل او ورا 9 بالليل يقتلون، فصار عندي خوف. اي وبعدين شفت يعني ماكو قاعدة لنا بعد، فلازم نطلع، صار عندي خوف يعني شديد ورعب، فاضطريت يعني في ليلة سوداء اخلي البيت كله والشقة واطلع اروح للشمال واخذ فيزا وتركيا، وقعدت بتركيا بواحد 7 صعدت بتركيا يعني اخذت فيزا 7 قابلت انطوني من سنة 2014. وهو نفس السنة اللي قررتي بيها انه تطلعين من العراق؟ لا لما دخلوا داعش وهددوني شهر السادس دخلوا داعش، فأنا اضطريت اترك بغداد واترك كل شيء واطلع، يعني اهم شيء واحد شنو شوف مستقبله، لا الفلوس يبقى يعني ينفع ولا الشقة تنفع ولا شيء ينفع. سو احنا يعني مسيحيين مهددين 100% راح يجوني يقتلوني مثل ما قتلوا 3 عوائل يمنا، فاضطريت اطلع على اربيل، ومن اربيل اخذت فيزا لان يعني ماكو بغداد فيز ما ينطون، واخذت الفيزا وطلعت مباشرة لتركيا بواحد 7 طلعت ب7/7 انطوني منطقة بلكسير قعدت بيها 2.5 سنين وجتني امريكا. وزوجك وياكم؟ طبعا لا شلون، وش عندي ابني جورج وزوجي اي، فبقيت 2.5 سنين بلكسير الحمد لله والشكر. شنو هي الاشياء الحلوه اللي قلتي راح تقول لنا المكانات الحلوه راح تجي بالعراق والله شوفي العراق هي بلد الحضارات، حضارات وادي رافدين يسموها وادي رافدين، بها نهرين دجله والفرات، فسكنوا بها البابليين زين، فاخذوها مقر لهم، والبابليين هم نفسهم الأكاديين أكد، فهي طبعا تعتبر هذه مركز الحضارات العراق، واللغات اللي كانوا يلفظون بها هي لغة سومرية وعربية وأكادية، فسميت هذول الشعوب شعوب السامية نظرا لتشابه اللغات.
زين، وأول حضارة بالتاريخ صارت 3500 قبل الميلاد، وتعتبر حضارة التاريخ أقدم حضارة التاريخ بالعالم سنة 3500. ونظرا لتنوع المدن ووجود حكام لكل مدينة فحفزهم على الإبداع، فأبدعوا ببناء بيوت الطين من قصب البردة. زين، فكانت الأرضية والسقف والجدار يبنوها على الأهوار لكثرة نمو زراعة قصب السكر، فاستعملوها للبناء. وفي مضمار التقدم الحضاري حددت البشرية أصول المدينة وبديهات الرقي عام 1145 هجرية 762 ميلادية. زين، يقول فأدت هذه وراثة الحضارات المتعاقبة نمت وازدهرت في وادي رافدين نهر دجلة والفرات وبلاد بابل الأكدية. مرت بفترات مظلمة 656 هجرية، ويقول الغزو اللينكي بقيادة تيمور لينك سنة 795 هجرية 1392 ميلادية. زين، ودخول هولاكو فأزال جميع معالم الحضارة. فعندنا تل حرمل اللي يسموه شاديوم، مستوطن حضاري يقع بالقسم الشرقي من بغداد، ويرجع أقدم ألوار الاستيطان إلى العهد الأكدي، وفي عهد السلالات أور الثالث 3250 إلى 3115 قبل الميلاد. فعام 1850 قبل الميلاد أصبحت مركز إداري تابع لمملكة أشنونة. أقدم شريعة مدونة هي شريعة أشنونة، سبقت قانون حامورابي بقرنين من الزمن. وقت اللي كنتي بالعراق كان صار عندك فرصة تروحين البابل وهالأبطال؟ شلون العاد؟ شلون؟ إحنا سفات بالجامعة كانوا ياخذونا، أول شي ودونا البابل، أسد بابل. فأسد بابل تعتبر حضارة العراق ويعتبر من أعظم حضارات العالم، وأن النصب الأسد يرمز إلى معبد الآلهة يمثل قوة الآلهة البابلية، أما الرجل اللي تحت الأسد يمثل العدو، وهو تمثال أثري يمثل قوة وعظمة الإمبراطورية البابلية، وبنيت قبل 1600 سنة. إن عرض التمثال 2.5 متر، ارتفاعه 6.5، أما وزن الأسد 12 طن، ويقف الأسد على جسد بشري يمثل قوته على العدو. واحتاروا المكتشفين اللي اجوا للعراق من مواد البناء المستعمله كونه ما زال صامدا وصلدا منذ آلاف السنين. الزمن اللي كنت تروحين يعني تزوروهم كأنتوا طلاب كنتوا تحسون بقيمه المكانات؟ طبعا منطقه اثريه بالعراق نروح نشوفها اول مره نتفاجئ بكل شيء. المنطقة حلوة يعني، وتشوفين شيء ما شايفته قبل، تتفاجئين بالبناء، تتفاجئين بالموقع، تتفاجئين بالشغل طبعا. فماذا كان شعورك يعني من كانوا يدخلون داعش وكانوا يحاولون يكسرون بهاي الآثار وهاي الشيء؟ صار عندي خوف فظيع، لأن قالوا يقتلون المسيحيين أول شيء مستهدفين، فصابنا خوف قوي. يقول بعد ما أبقى فلازم اطلع هسه قبل ما يهجمون علينا. هم فعلا يعني ذبحوا وقتلوا وسرقوا يعني ما قصروا. وبيتكم بقي وبعتوا هسه؟ لا الحمد لله بعته وعشت بيه وانا بتركيا. يجي لك شعور يعني انه هسه تحسين مرات تريدين تروحين تزورين العراق او شو؟ طبعا انا ولدت بيه احبها كلش هواية، نفسي مثل بس استم ريحة الهواء مال العراق روحي من وقت الحرب انهزمنا كلتنا ورحنا للشمال. اي موقع اقعد بيه ينضرب صاروخ، تجي هليكوبترات وتقصف. فكنا نطلع من كنيسة، احنا كنا نقعد بكنايس، من كنيسة خالدية رحنا، بارطلة رحت، رحت تلسقوف، رجعت رحت إلى بطناية. وأي موقع تنقصف، هي تنقصف، إحنا نركب ننزل
نطلع من الكنيسة، لأن هواي أعداد، هواي أعداد مسيحيين إجوا من بغداد ومن محافظات وقعدوا بالكنائس مال الشمال. وين يروحون؟ ماكو مكان، ماكو مكان تأجري أو تقعدين بيه. إلى أن خلصت وهدأت الأمور فرجعنا. لا ماي لا كهرباء لا كل شيء ماكو، ثلاجاتنا دبينا الأكل ماكو بيها لأن ريحة عط مثل ما يقولون. ليش كانت الناس تتقاوم بهيجي وباء؟ الناس كلها هربت، فرغت بغداد، فرغت، نزل أشكال والوان نزلوا، تمشي على جثث. احنا لما رجعنا نمشي على جثث، شو تسوي؟ وكلاب حشاش يعني تاكل بالبشرية وبالجسم وبالشيء. الله لا يشوفك اياها، لا يشوف لحد. هسه نيجي على برج بابل، الصورة العراق الغامضة بناها الملك نمرود قبل 4000 سنة في بلاد بابل، وحكم نمرود البلاد بالنار والحديد. وبنيت بابل بعد طوفان نبي نوح عليه السلام، فالنور المقدس والتنين على جانبي البوابة. ولقد كان الملك نمرود ملكا جبارا، بني أسوار المدينة وميت باب ذهبي أي مطلب الذهب، وفيها متاهات ودهاليز لحماية البلاد من الغزو. وبني المعبد على قاعدة مربعة الشكل، ويتم تدرجه إلى الأعلى، وفي قمته معبد الآلهة ليثبت عظمة بابل. وقد بني لنفسه صنم ليعبدوه، حيث أعلن نفسه إله. وحاول الملك نمرود مسك الرب من هذا البرج، ولكن النبي يعقوب وقف بوجهه وبأمر رباني أسقط البرج وتم هدمه، وكتب لنمرود نهاية مأساوية. هي سفرات سياحية كلية إدارة واقتصاد جامعة. وكان أكو هواية بنات يعني بالجامعة هم؟ لا إحنا تقريبا 6 أو 7، 6 أو 7 بنات. وكملتيها الجامعة يعني؟ طبعا لا شلون، أنا أهم شيء عندي دراستي شهادتي. إي هسه نيجي على المدائن، سلمان بارك اسمها، واسمها كأثري طاق كسرة. مدائن اسمها أصلا طيسفون، من المدن التاريخية تطل على نهر دجلة من الجهة الغربية وإلى جنوب مدينة بغداد عاصمة العراق، وبمسافة 30 كيلومتر. شيدت في عهد الفرتي 141 قبل الميلاد. والمدائن محاطة بسور دائري الشكل، أبوابها شاهقة، سميت بطاق كسرة، وتعتبر من أعظم الطوق المشيدة بالآجر في العالم وأعلاها. يبلغ ارتفاعها من نيف 30 متر، امتدادها لمسافة جدارية بين اليمين واليسار يعني العرض 25 متر، يبلغ عمر الديوان نحو 48 متر، وسخن الجدار من الأسفل 7 متر، علما أن هذا الصرح العظيم موجود حتى وقتنا الحاضر. كمل على عقرقوف. عقرقوف اسمها بالأصل دور كور بقالزو، وتقع على بعد 1 ميل غرب مدينة بغداد عاصمة العراق. فعقرقوف عاصمة العراق في العهد الكيشي 1595 إلى 1171 قبل الميلاد. سكن الكيشيون مدينة بابل، وبعد إذن طرد الحوثيين واتخذوا بابل عاصمة لهم. أبرز معالمها زقورة الشاهقة، تعد من أكبر أبراج المدرجة المتبقية ليومنا الحاضر في العراق. يبلغ ارتفاع الزقورة 57 متر، قاعدتها مربعة، يحيط بالزقورة مجموعة من المعابد والسور المقدس تيمينوس، وكان آهلة بالسكان لقرون عديدة حتى العهد العربي الإسلامي. ومن أشهر الملوك أورنمو، أبدع ببناء الزقورة. أما سرغون الأكادي كان مستشار للملك الكوشي، ثم أعلن نفسه ملكا لما يتبتع به من حكمة وقيادة وشجاعة، فقد جعل اللغة الأكادية هي اللغة الأصلية للبلاد، وقام ببناء العمران وزهرة الحضارة في عهده حتى وقته وعصره. جود هسه بوابة عشتار.
يقول وسطح زاهر لحرائر بابل الأكادية، وتقع في مدخل مدينة بابل الأثرية، وتعتبر كنوز الحضارة البابلية الأكادية. وأن المدينة بابل تزهو بشوارعها، وأهم شوارعها هو شارع الموكب. هذا الشارع يسير به الملك نبوخذنصر مع مرافقيه. علما أن الباب الأصلي بوابة عشتار تم نقله إلى ألمانيا في جزيرة المتاحف بألمانيا. عندنا آخر شيء كنيسة الكلدان، من أكبر الكنائس القديمة المتبقية لحد يومنا الحاضر في العراق بغداد، وتعرف باسم كنيسة مريم العذراء أم الأحزان، وتطل حاليا على شارع الرشيد وشارع الجمهورية، وسابقا تقع على رأس جراية يسمون منطقة الشارع بالقرب من كنيسة اللاتين. شيدت ب 1898، وبعد سنوات ألحقت بها طارمات كبيرة مسيحة ومسيجة التكوين، وتقوم على مساند ضخمة تتقدمها سلسلة أقواس متتالية، إنها غاية في الروعة والإبداع. وشكرا. Good. Very good. So, احكي لنا شوي انه شلون حياتك تغيرت من وصلت لامريكا، شنو كان فكرك عن امريكا وشلون يعني هسه تقضين وقتك في ايامك؟ والله اول ما وصلت امريكا 18 ساعة سفر من اسطنبول، نزلنا برلين بس ما نزلنا بالطائرة، وقبل على لوس انجلوس، وبعدين جينا الى ديترويت، وبعدين وصلنا هنا. 18 ساعة بالطيارة، وصلنا تعبانين، الثلج لمدة متر بالباب بحيث الباب ما نقدر نفتحه من الثلج، تفاجئنا بالشغلة. إلى أن دخلنا كنا تعبانين، نمنا على الأرض، يعني نمنا تعبانين بشكل، لا نريد أكل ولا نريد كل شيء، ما نريد بس نوم. بقينا 3 أيام نايمين، لا أكل ولا شرب ولا نقوم ولا نقعد، جسمنا تعبان حيل حيل. وبعدين جونا المنظمة واخذونا فحوصات، تدرين فحوصات طبية سوونا، وسوونا مستنتجات الاي دي، وقاموا يجون اهل المنظمة يساعدونا شو تحتاجون شو تحبون، ساعدونا بغراض، ساعدونا. هم اللي لقونا الشقة اللي احنا بيت العفو، هم اللي لقونا اياه لما جينا، ما دورنا على مكان. يعني تقابلونا قبل أسبوع، قالوا أكو بيوت أكو شقق تحتاجون، قلت له بيت صغير بها غرفتين أكثر ولا أقل، واحد لابني واحد أنا وزوجي، وقعدنا بها لمدة 3 سنوات. وبعدين نقلنا لهذا المكان، اشترينا وقعدنا بيه، ابني اشترى البيت وإحنا قاعدين وياه إيجار، وانتهت إن شاء الله. يعني شفتوها سهولة يعني تتأقلمون يعني ك؟ لا أنا ما شفت مشكلة، ماكو صعوبة، لا الحمد لله والشكر. أبوك لأنه كان لا ما لقيت مشكلة، ما لقيت مشكلة يعني الحمد لله. إنجليزي تعرفيه فيجوز أسهل. إيه ما لقيت كل صعوبة، الحمد لله والشكر، عادي، حياتنا عادية. إيه. ووقت الكورونا يعني شلون أثرت عليكم وقت الكورونا؟ والله الحمد لله والشكر، جتي وراحت والحمد لله والشكر، قاعدين بالبيت. ايوه وابني يقوم بالواجب، عند البال على ابوه وعليا، ويروح يسوق لنا، ونحتاج شيء ما يقصر، ودينا طبيب ودينا دكتور ودينا صيدليه، هو يقوم كل الواجبات، احنا علينا بس نقول له وينفذ. زين اكو يعني فد رساله او شيء فد كلمه تحبين يعني تقولين للجاليه او يعني المجتمع؟ والله اني اتصل بالجمعيه الكلدانيه موجوده عندنا بمشيغن، ويقدمون مساعدات، ما يقصرون ويانا يعني، وكل الزينين طيبين، ويعني يسهلون كل الأمور، ما عندنا مشكلة، نشكرهم هواية هواية لأن هم ما يقصرون، يساعدون الكل، ما يفرقون بين فلان وفستان، فما لقي صعوبة وياهم الحمد لله والشكر. تروحين شو تحتاجين، تجون الاسم شو تريدين معاملة وخلصت انتهت. يعني نشكر حضوركم ونشكر جيتكم، الحمد لله والشكر، ما عندي شيء. Thank you. Thank you very much. لا العفو، بالليل.